منطقة الأحمدي منطقة تقع شمال الكويت وفيها مقر الشركة. بداية العمران كانت بالأربعينيات، وكانت مساكن لعمال الشركة، وتصميم بيوتها بذلك الوقت كان مميز ويغلب عليها الطابع الأوروبي، ويسمونها أم الخير لأن الذهب الأسود موجود فيها. تتميز بشوارعها وزينة الشوارع بالمناسبات. وخلال جولتنا زرنا مقر شركة نفط الكويت وعرفنا بعض الأمور المهمة. يا هلا، من اللبسة كده عرفتوا أنا وين. أنا موجود في شركة نفط الكويت. هذه الشركة تعتبر الدخل الأول للدولة. أنا موجود في غرفة التحكم في تصدير النفط، بنشوف معاكم الوظائف اللي موجودة، وبنتعرف على الشباب اللي موجودين هنا، وبنعرف شنو دورهم. خلكم معنا إن شاء الله تكون الحوضة حلوة. تعالوا. مساك الله بالخير. مشيك بالنور وكرامك. خير جاك خير. تعرف اسمك؟ عبد الله كندري. ما ونعم. نعم حالك. أبد. أنا أول ما دشيت هني صراحة رهبت الشاشات، الأجهزة اللي موجودة، طريقة وضع هني الشاشات، وأنت قاعد تشتغل مساء، حسيت إن العملية معقدة صراحة. عسى الله يوفقك. الله يسلمك. وبرافو عليك. حبيب. أبي أفهم اليوم أنت شنو دورك هني في مؤسسة نفط الكويت؟ طول اللي بأمرك، إحنا بعمليات تصدير غرفة تحكم، معاك مشغل حق الأول. اوكي. انا وظيفتي طال عمرك استلم النفط من كل اماكن انتاج بالكويت واخزنها عندي بالخزانات. اوكي. اي نعم. يعني اي مكان مصدر للنفط يتجمع عندك. اي نعم. اوكي. وبعدها طال عمرك ينخلط ويتخزن عندي بالخزانات. ينخلط. اي نعم. شو اليه الخلطه؟ تكون اليه ولا انتم تخلطون؟ لا هي اليه تصير في معايير معينه حاطينها وسيستم مضبطين عليه. اي نعم. وبعدها يتخزنون، ومن بعد التخزين طال عمرك يصير سواء انتاج حق المراكب ولا حق مصافي. اوكي. من متى انت الشغل هنا؟ 14 سنه. ما شاء الله، عسى الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. الحين انت شغلتك فقط انك تستلم النفط من الاماكن وتخزنهم ولا لا؟ اي انا ولا واصدرها بعد. شلون تصدير؟ عمليه التصدير شلون تكون؟ خطوط طلانات تمشي للمراكب. وهم يطلبون منكم؟ اي نعم، على حسب الكميه طبعا اللي يتفق معاها من كي ام بي سي. اوكي. تيكم اوردر، فانت تطلع على حسب الاوردر. اي نعم. شنو ممكن المشاكل اللي تواجهك في هالعمليه؟ يعني بعض المشاكل اللي تواجهك. بلفات ما تفتح. اوكي. زين. شيء سيستم ولا شيء فعليا؟ لا فعليا. البلف ما يفتح فعليا. أوكي. يطلعون الشباب يوم يفتحون البلفات. انت اللي تقول لهم؟ اي انا ابلغ الاسيستنت، والاسيستنت هو يوصل حق الشباب. ممتاز والله. زين. دوامكم هني شلون؟ طريقه شفتات ليل صبح؟ شفتات طال عمرك 12 ساعه صبح 12 ساعه ليل يومين. 12 ساعه صبح 12 ساعه ليل. اوكي. يومين. شلون الدوام؟ يعني اليوم الدوام مثلا 12 ساعه صبح؟ اي اداوم من 6 الصبح ل 6 المغرب. اوكي. بعدين اطلع 24 ساعه. اوكي. ارجع اداوم من 6 المغرب ل 6 الصبح. اوكي. واطلع 48 ساعه وارجع على نفس المحور. كذي الموضوع. ليش في اليه مثلا على تحديد هذه الساعات العمل ولا لا؟ هي كذي تقسيمتكم؟ هي كذي تقسيمتكم. تقسيمتكم كذي، يعني ما فيها مثلا شيء متعلق بالبايبات او شيء؟ لا. ممتاز. زين، اليوم انا قاعد اشوف الحين، علمني، عطني شويه من هالاشياء اللي موجوده هني. شنو 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 مثلا هذيله؟ شنو الاحمر قاعد اشوف؟ احمر واخضر وكذي. شنو هذيله؟ الاحمر طال عمرك انه مفتوح. اوكي. زين، والاخضر انه مسكر. هذيل العمل، هذيل مثل ما تقول الاحمر مفتوح. اي. حسب علي الاحمر في مشكله. لا الاحمر مفتوح طال عمرك، ان النفط ماشي من هالطريق. اوكي. والاخضر مسكر. الاخضر مسكر. يعني ابو احمد الحين ساعات الواحد تحوشه مثلا ظروف، مزاجك مو زين، متضايق، عندك ضغوطات، وقاعد اشوف فيه كميه شغل مو طبيعيه هني. هل اليوم يصير التعامل معاك بطريقه ان مثلا ممكن مسؤولك يقول لك ريح، ممكن يقول لك والله في بديل عنك، ولا شنو الاليه اللي تصير؟ على حسب. يعني اذا كنت بروحك وقتها هني، لا والله وقت يعني بروحك. شو تحس من داخلك انت اذا وقت بروحك ومضايق او تعبان؟ اتحمل 12 ساعه وخلص، هاي مسؤوليه. اي دوام دائما مسؤوليه. عشان كذا يا جماعه اقول لكم، الكويتيين يعني يحسون ان هم قاعد يشتغلون لبلدهم، ما قاعد يشتغلون لاي شيء ثاني. اليوم انت حريص تحس بالمسؤوليه من هالمكان؟ لازم. الغلطه تكلف. صدق؟ اي نعم. اليوم العبد، عادة الواحد أول ما يتخرج يبي يكون دكتور، طيار، ضابط، اللي هو. صحيح. هل توقعت بيوم من الأيام راح تكون هذه وظيفتك؟
للامانه لا، قدمت على الشركه والحمد لله انقبلت. شلون عاد عليها التقديم؟ اخذت وقت يعني منك؟ اي نعم اخذت وقت. اوكي. والحمد لله انقبلت، ومن انقبلت طلع هذا القسم اللي انحطيت فيه. ابو عبد انت مستانس بهالوظيفه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. معاش تمام؟ الحمد لله. امور طيبه؟ نحمد الله. بالبدلة الناس شلون تشوفك؟ نحاول ما نطلع بالبدلة. اي لان يشوفونك سيارة نقل فلوس. ما طبعا قاعد اشوف الشباب قاعد يشتغلون هنا، شنو هذا شغلهم؟ هذيل ستين طال عمرك والشباب اللي ويانا القجرية. اوكي انت تسوي شغل هني وهم يبلغوا وهم يساعدون هنا. بطل، خل نروح لهم ونشوف شنو هذا. عساك على القوة. تبي شيء بعاد؟ سلامتك وراك. عضبط ما ضبطناك. سلام عليكم. عبد الله طريقه تشغيل الحقل او تشغيل اليه التصدير، فخلينا نشوف الحين عند الاسيستنت. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونك؟ طيب ان شاء الله. شلون الامور؟ تمام ماشي الحال. الحين انت مساعد لعبد الله. ايه. شلون طريقه العمل ما بينك وبينه؟ هو لما يعني تجينا الكميه البترول اللي يبي يصدرها اوكي، فيبلغنا انا يعني مثلا شنو التوانكي او شنو اللي يحتاجه مثلا. اوكي. زين؟ انا عندي اللي هم الفيلد اوبريتر. فتقول له تنادي؟ اي انادي مثلا، انا اخذ من المعلومات اعطيه حق الفيلد اوبريتر مثلا يروح التانكي الفلاني او انه والله الفالف مثلا اللي قال لك اذا كان معلق ولا شيء. صح. اوكي هو يطلع مثلا. سؤال اليوم، هل ضروري انكم تكونون انتم الاثنين مع بعض دائما ولا لا عادي تصير شفتات؟ لا لا احنا مع بعض، لان انا مساعد، لان هو اللي يعني اللي يسويه كاوبريشن، فلازم احد يفهمه على الاقل. اي لما يسوي اوبريشن انا مثلا انا اللي اسجله من ورا على الشاشه مثلا على هالامور. بعدين انت لما تتوكل تصير نفسه. اي انا اللي بعد هذا هني يعني. توقعت انك تصير بهالمكان؟ والله ما توقعت، بس قدمنا الحمد لله. شنو شعورك من داخل؟ وانت اليوم في مؤسسه تعتبر الدخل الاول للدوله. شعور حلو. مسؤوليه؟ مسؤوليه يعني، لان القسم هو يتجمع فيه بترول الكويت كله. أيوة. كله. فمسؤوليه وشيء حلو يعني بالكي او سي. مستمتع؟ اي مستمتع. زقرت البدله وشغل عدل؟ اي انت... البدله الزرقاء هذه. ممتاز. النفوس الصالحة هي ها هي يا رمضان يا رحمة جاتنا من ربنا وحدك تعالى يا رمضان فرحتنا تكبر بهلالك انبان وتلالى جمالك لا يمكن أصلاً استحالة عاد رمضان عادة يعني يكون بينك يعني مثلا ساعات الفطور وقت الفطور، هل في هذه الساعات صعبة انك تخلي يعني ما يصير تخلي النفط بروحه؟ اي اكيد في مثلا اذا في مرات اذا كان في شغل من نفس الوقت او إيه؟ يكون مثلا الفطور يكون حوالين الشاشات مثلا ما تقدر ما يكون ما مو الكل يكون يعني برا مثلا فيكون الفطور حوالين الشاشة يعني تبين مثلا اللي هو الاكتف تانك مثلا زين فيما ما يكون ابعد يعني ممتاز والله زين الحين اشوف هذه ارقام وايد هني
وسوالف، هذا كل البيانات اللي هو يقول هذه البيانات اللي هو يسويها مثلا قلت لك اوبريشن انا هني اسجلها زين، مثل يعني انه والله احصائيه له اي اسجل افيل فايلات الامور زين، اي شيء مثلا هو يحتاجه مثلا يبلغني انا مثلا او الكنترولر يحتاجه انا هني اللي مثلا المنسق. كلكم شباب كويتيين؟ كلنا كويتيين. اموركم طيبه؟ الحمد لله. محتاجين شيء على الهواء راح اقول، ولا اموركم طيبه؟ والله تمام كل شيء تمام الحمد لله. النفط عمي النفط، النفط الحمد لله يعني احنا قلت لك يعني اقل غصن على البطل. لا عسى الله يوفقكم ان شاء الله، كلكم ابطال كلكم يعني. هالمكان انا اعتبره مكان جميل، مكان خريت فيه يعني حسيتكم على قلب واحد من مساء، انت تقول لي هو البطل مالنا وهو يقول هذا البطل مالنا، ففي روح بينكم حلوه هني. القسم جميل، الشباب جميلين اللي هني، عسى الله يوفقكم وعسى الله يجعلكم ذخر للبلاد والعباد. مشكور. تبي شيء؟ سلامتك. سلم. بدزك واحد من طرفي يبي شويه نفط حبيبي. حاضر تاكي. يعطيك الصحه. قاعد امري في امان الله. السلام عليكم. معاي المهندس عبد الله الحشاش، اول شيء نقول لك قلت لك هالشيء الجميل انا اول مره اشوفه صراحه. اي والله. وابي اعرف انت اليوم دراستك وشلون توظفت، بما انك هندسه ولوجيستيك شيء صعب شويه. أيه. النقل البحري صح؟ اي لا انا مهندس ميكانيك. اوكي. درست في اسكندريه. اوكي. في جامعه العلوم والتكنولوجيا من الجامعات الاسكندريه. عندي واحد من ربع هناك. اي فكان تخصص ميكانيك، وبس قدمت وظيفه هنا بالكي او سي، كان فاتحين اعلان وتم قبولي من 2009. شلون؟ من 2009 انا موظف هنا تقريبا 14 سنه الحين صار لي. يا ما شاء الله. زين توقعت انك تكون بهالوظيفه ولا ما كانت ببالك؟ والله انا من اول من دراستي كان طموحي اني اشتغل بالنفط، يعني اني اصير مهندس في النفط واحقق شيء، يعني حلم كان بالنسبه لي. الحمد لله تحقق. في شغف في شغلك؟ اكيد يعني كل شيء انت تطمح له اكيد لازم في احلى فتره تمر عليك في وقت الشغل مالك، شنو؟ يعني افضل فتره اللي تحس انك فخر فيها؟ لما تنجز، يعني انا بما اني انا سينيور بروسس انجينير ماسك المشاريع، والمشاريع هذه تطور في اني والله بالفاسيلتي مالت الكي او سي. وفي ديدلاينز عندك؟ وفي ديدلاين لازم انا احقق المشروع هذه مع اذر تيمز. انه يكون شغال بالاوبريشن، لان هذا يعتمد كله على يعني شغلي يعتمد، هي سلسله بالاخير. أوكي. من الانتاج لنوصل اليوم للاكسبورت، اذا اللي هو عمليات التصدير، اذا واحده من هالسلسله من التشين انفقدت تخربط لك الامور، فكلنا مرتبطين في بعض، يعني كلنا مكملين حق هذا الشيء. فالديدلاين مالي ياثر على مثلا اذا عندي تاخر في الديدلاين ياثر على اشياء ثانيه، تخلي مثلا عمليات التصدير ما تمشي، ظروف معينه ما يعني ما تخدمني بالاخير. شنو اللي ممكن يعطل عمليه الانتاج او عمليه التصدير؟ شوف الانتاج لهم شغلهم، احنا نتكلم اليوم على التصدير بما اني انا موظف عمليات تصدير. اوكي. فاحنا اليوم العامل على قولت عامل جوي تاثر علي، يعني عامل جوي اي يعني مثلا لما يكون عندي شد مثلا كميه امطار يعني غزيره على اللي صار 2018 شنو صار ويانا. الهواء لما يشد، البحر لما يشد، هذا كله يوقف لي مراكب. ان المركب ما يمشي ما يقدر يدش، يعني ما في شيء يمنعك؟ لا انا عندي كفاسيلتي ماكو شيء يمنعني، بس بالاخير في تيم يعني الاذر تيمز قاعد يقدمون لنا خدمات عشان والله الكاستمر يدش عندي اعطيه كميات هذه النفط، فيحتاج انه يستخدم فاسيلتي موجوده بالكي او سي، فيحتاج يستخدمه في ظروف معينه. بس انا بالنسبه لي يعني انا قاعد اشوف ان اليوم لا اله الا الله، من اول ما دشينا احنا في اليه معينه مضبوطه، سيارات خذتنا عبتنا هني. المكان مو كله يعني مو اي حد يدشه، ففي عمليه منظمه صراحه. احنا اول شيء السكيورتي بالكي او سي وايد عالي. اوكي. ثاني شيء يعني هذه منشات لازم تكون محميه 100% عشان مو اي احد يدشها، لان هذه كونفدنشال يعني اشياء سريه المفروض واحد ما يطلع عليها. لكن
اللي قاعد تشوفه من اول ما دشيت طبعا ان من دشيت البوابه من خذوكم لقيت البوابه طبعا صح. كلها سكيورتي تشيك اي صح صح وهم نفس الوقت معكم تصاريح حتى كاميرا حتى الشباب مثلا هني المعدات والمعدات كلها مصرحه تكون صحيح. لان ممنوع تدش هالامور هذه فهذه خلينا نقول ان يعني هذه من خلينا نقول اللي هو كان ليفل سكيورتي عندنا بالكي او سي احنا هذا الستاندرد مالنا بقول لك شيء يا جماعة أنا كنت موجود في قسم التصدير في الكي أو سي شفتوا الشباب الكويتيين شلون حريصين على الشغل اللي يقول الشباب ما يشتغل صراحة يعني أنا شفت بعيني كل الشباب اللي موجودين هنا ومن ضمنهم أخوي عبد الله الحشاش ولك صورة بالباجي كلهم قاعد يشتغلون بإخلاص وبعمل عسى الله يوفقكم أنا فخور اليوم أني كنت جزء من هذه الوظيفة الجميلة أنتوا أبطال خلوكم كذي واللي يبي النفط يكون قدها ويقدم وان شاء الله فعل التوظيف وبإذن الله يكون عنصر منتج في هذا المكان إن شاء الله. بطل وانا افتخر صراحه فيك انت وفي الاخوان اللي شفتهم مساء استمتعت وياكم حسيت بالمسؤوليه وياكم حسيت باشياء شوف يعني انا الحين قاعد اتكلم حسيت بشعور ان في يعني حراره على دولتي او في حراره على مكان اللي انا بتوظف فيه انه يكون بحسب الأصول أو بأمانة لازم يعني هذا بالأخير على قولتهم أمانة لازم نوصلها وتشايف يعني شباب هني ماسكين جون يا ربع تدرون صوتك كلها طالع بالتصوير الأمور طيبة تمام حياك الله حياك سلمك حياك حبيبي يا عمي حياك الله شوفكم إن شاء الله حياك الله